السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة من تعلم الصربان، الجمع على الصربان أو العداد السيدني أو أباكوس، في مع المدرسة الحرة للغات ليكول ليبغ دي لونغ، مع الأستاذ بروف جمال جيجي جمال جيجي في المدرسة الحرة للغات. سوف نقوم اليوم بإجراء بعض العمليات الحسابية، مثلا 7403 زائد 1506 ناقص 2705 زائد 1110 ناقص 6203. النتيجة تكون هنا، سوف نحسب هذه النتيجة، نحاول حساب هذه النتيجة على الصربان. لدينا العشرات، الأحد، العشرات، المئات، الآلاف. لدينا 7400 نمثلها على الصربان، 7000 هي 7000، وأربعمائة ها هي 403. 7403 7403 هنا 3. ثانيا زائد 1506 زائد 1506 هكذا 6 5 6. زائد ناقص عفوا ناقص 2705 ناقص، نجيو هنا الصربان، ناقص 2700 700 هكذا وهكذا، وخمسة خمسة ها هي. ثانيا زائد 1110 زائد 1110 1110 نجيو هنا ناقص 6203 ناقص 6203 ناقص 6000 هكذا 6000 ومئتان ومئتان، أنا عندنا العمود ألف آ عمود آ ومئتان وثلاثة 6000 ومئتان هي 203. النتيجة ما هي؟ سوف نقرأ هذه النتيجة، 1111 على الصربان، 1111 على الصربان. نأتي للنتيجة هنا، نحسب النتيجة، عندما نحاول حساب النتيجة، 7403 زائد 1506 ناقص 2705 زائد 1110 ناقص 6000 203 تساوي 1111، وهي ممثلة هنا على الصربان 1111. نتمنى أن هذا الفيديو القصير قد أعجبكم ونال رضاكم. إذا أعجبكم الفيديو ديروا لايك وأنقر على زر الاشتراك حتى يصلكم كل جديد من المدرسة الحرة للغات مع الأستاذ جمال جيجي.